يبقى معانا جمهور. يا سلام. ايوه يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد وآله وصحبه والتابعين. أحبائي، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة لكلية الاقتصاد والإدارة، لطلاب كلية الاقتصاد والإدارة، لأعضاء هيئة التدريس لكلية الاقتصاد والإدارة. نجدد التحية بمناسبة تعيين عميد الكلية الدكتور توفيق الخيال بهذه. فخر وشرف للكلية أن تفخر بوجود هذه القامات في هذا الصرح الشامخ. نستفتح هذا الحفل البهيج بقراءة آيات من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا الطالب ذياب الغامدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم، فتح الله عليك. الآن لا كلام إلا لقائد السفينة وربانها سعادة الأستاذ الدكتور توفيق الخيال. يتفضل عميد الكلية للقاء كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا أخوان؟ محتاجين كلمة ولا نبدأ بالنشاط على طول؟ ترى في فعاليات مهمة اليوم. احنا في بيتنا يا أخوان ونتكلم بدون أي كلفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخواني وأساتذتي أعضاء هيئة التدريس
شكرا جزيلا لأنكم استقطعتوا من وقتكم الثمين لحضور هذه الفعالية الغالية على قلوبنا جميعا. أما بالنسبة لي على المستوى الشخصي، يعلم الله سبحانه وتعالى إن أغلى وأسعد اللحظات اللي أكون معاكم فيها. أن إذا كانت كلية الاقتصاد والإدارة هي أساس جامعة المؤسس، فأنتم أساس جامعة المؤسس. أنتم أبناءنا الطلبة، أنتم فخر الكلية وأساس الكلية. وأنا لما يقول أنا ماني قائد السفينة، أنا هنا خادمكم جميعا، خادم أعضاء التدريس والإداريين والطلاب. لذلك أبنائي الطلبة، أنا كل أمل فيكم وكل إن شاء الله رغبة إنكم تحققون آمالكم وأحلامكم، ليس على المستوى العلمي فقط. مشاركتكم يا أبنائي مهمة جدا، أبغاكم جميعا تشاركون في جميع الفعاليات، زي ما أنا فرحان وجميع أعضاء التدريس وأخواننا الإداريين مبسوطين لحضوركم الطيب. نبي مشاركاتكم القيمة والفعالة في أندية الطلاب، في اللجان، في جميع الفعاليات. نريد كليتنا كما هي دائما، هي الأولى على مستوى جميع الكليات، مو بس في جامعة الملك عبد العزيز بل على مستوى المملكة. وأنا بالنسبة لي تخصصي محاسبة، احنا عندنا حاجة نقول لكم درستوا محاسبة أصول، أنتم أصول الكلية، فأنتم الأساس، وإحنا جميعا في خدمتكم. ولن نكتفي فقط بمشاركتكم، بل فقط لكم مشاركة في الرأي في الكلية، اقتراحاتكم، قلوبنا لكم مفتوحة، أنا وجميع أخواني وأساتذتي أعضاء التدريس، اقتراحاتكم، آراءكم، نريد أن تكون لكم كلمة في أي قرار على مستوى الكلية. قلوبنا مفتوحة لكم ونتمنى لكم التوفيق، وهذه أسعد اللحظات، وإن شاء الله نلتقي على خير. ما ودي أطول لأن في جدول حافل جدا اليوم. واسمحوا لي أيضا أشكر سعادة الدكتور عمر الله يحفظه وكيل الكلية المحبوب حبيبنا، الأستاذ عبد الله الغامدي، وجميع الأخوان اللي شاركوا في تنظيم هذا الحفل، وآسف على الإطالة، وشكرا جزيلا لك. قصة نجاح تستحق أن تروى وتستحق أن نستمع لها. قصة نجاح نجم كلية الاقتصاد والإدارة أصيل باذيب، حافلة بالمسيرات. يتفضل الآن الطالب أصيل باذيب لإلقاء كلمته في هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بدايةً نبارك للقائد عميد الكلية الأستاذ الدكتور توفيق الخيال على توليه عمادة كلية الاقتصاد والإدارة، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع به قدوةً وقيادةً. حيي جميعاً. أحب أعرفكم بنفسي، أنا أخوكم الطالب أصيل باذيب نجم كلية الاقتصاد والإدارة. الحمد لله الحمد لله حصلت على هذا اللقب بفضل الله ثم المبادرة والمشاركة بأنشطة الجامعة وبرامج الكلية وحضور الدورات التدريبية والتميز العلمي وتحقيق التوازن بين الأنشطة الصفية واللا صفية، وذلك ساعدني كثيرا في صقل شخصيتي وتكوين نفسي أكاديميا وثقافيا واجتماعيا، فقد حقق لي ذلك الانتماء لهذا الصرح الكبير كلية الاقتصاد والإدارة والكيان الأكبر جامعة الملك عبد العزيز. أما في الختام، أحب أن أقدم خالص شكري وتقديري لمن ساندني على هذا الطريق، قدوتي سعادة وكيل الدكتور عمر الشرقي، وكذلك إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس وإخواني طلاب دفعتي، فقد اختاروني قائدا لهم، فقد كان لذلك الأثر الكبير لما أنا عليه الآن. وأخيرا أشكر زملائي في الأندية الطلابية
وطلاب كليتي وإخواني الجامعيين على وقوفهم بجانبي بتشجيعهم وتحفيزهم الذي قدموه لي. وحقيقة كل الكلمات لا توفي لشكركم وتقدير حقكم، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفع بكم ويفخركم لخدمة هذا الوطن المعطاء، وأن نراكم قدوات وقيادات في المستقبل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة نبدأ اللعب. أول حاجة نبدأ فيها الآن فقرة مزمار مع نادي تراث الشعبي فليتفضل. تحية يا شباب. Thank you.
Thank you.
15 طالب يطلعوا بسرعه 15 سريع سريع 15 هيا 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 15
شاء الله تبارك الرحمن الحماس يا سلام يلا يلا 15 هي 15 كذا كم؟ اوه 15 مو 30 15 تفضل 15 كم دحين هنا 15 بدينا قفل 18 بس 18 بس استريح معلش استريح طيب كل ثلاثة مع بعض 1 2 3 هنا بسرعة جنب بعض 1 2 3 جنب بعض كده مجموع 1 2 3 حلو البقية الثلاثة تعالوا هنا كده وراهم 1 2 3 تعالوا جنب بعض واحد جولتين عشان شايف سحمة دحين لعبة من جولتين ثلاثة بقية بدأت الجولة الثانية مع الشرفة عشان سحمة المكان ضيق الثلاثة اللي هنا تعال شو بقية سريع شوي هنا كمان الثلاثة اللي هنا تعال هيا ثلاثة جمعهم في النص ثلاثة جمعهم كده اوكي اللعبة هي كان موجود السنة الماضية في إذا كانت طلبوها مرة ثانية لعبة الأرقام تجسيد الأرقام عبر الجسد حقول رقم من ثلاثة أرقام 333 حيجسدوا عبر السادة طيب ناخذ تجربة اللعبة حقول رقم ثلاثة إيش خانات حيجسدوا على السادة حلو 111 111 ثلاثة أصفار صام جلوس اجلس اثنين 222 كيف بعدين كده 222 بعدين كده ستة كده اثنين كده ستة صار رقم ستة كده اثنين صار رقم اثنين كده ماضي ناخذ بروفة خمسة قد الحالة أنا ماني صراحة خمسة قد الحالة طب شوف اختراع استغل كل شيء شوف أي شيء واحد متازين أنا قلت واحد ما قلت 11 خلاص أوكي بروفا طيب مية وسبعة وسبعين ستمية وثلاثة وخمسين مفهوم اللعبة أول فريق يجيب ثلاثة نقاط هو الفائز أوكي دي جوائز عندنا أول فريق يجيب ثلاثة نقاط هو الفائز أوكي بدينا مشاركة كامل دكتور عمر الشرقي رقم رقم 115 أول فريق هنا تقريبا جابها شوي طيب أنا ما حقوله مو يدبروا حالهم أوكي 300 كثير تركيا ثلاث جسد جد كيف ثلاث أوكي فين خمسة فين كده خمسة أو
هنا واحد 0-0 اللي بعده تحية بالله تحية يا شباب تحية 1-0-1 نسمع الرقم الثالث مع أستاذ الدكتور طفيق الخيال تحية بالله 699 من هو الفريق؟ من هو الفريق؟ جمهور من هو الفريق؟ هذا مجلس
ثمانية واحد واحد صفر 111 111 111. لازم يجلس لازم يجلس. ثلاث أصفار 111. ثلاث أصفار 100. بسرعة بسرعة. شوف أسرع 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 أسرع. 111 111. 350 350 350 350. هناك 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 صح. سام سارت واحد 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 واحد. ممتازين. تحية بالله لهذه المجموعة. تحية تحية تحية. ستمية وثلاثة وستين. يعني اثنين واحد واحد اثنين واحد واحد. ليه ها؟ ثمانمية وثمانية. ثمانمية وثمانية. 808 808 808 808. يا ولد اجلس اجلس يا كسامة اجلس. ثلاثة واحد واحد. تحية للفريق الثالث هناك. تحية للفريق الفائز مرة ثانية. يعطيكم العافية جميعا وأتمنى الفقرة عجبتكم ونكمل الفقرات الثانية بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية. طيب تحية شباب ليوسف. تحية ليوسف أبقى صاحب. طيب ممكن تركيز شويتين. حسوي تجربة عملية مع الجميع. حدخل على العقل اللاواعي عند الجميع ان شاء الله. ان شاء الله تزبط معايا الشغله. ركز سوا. انا حقول كلمات. ركز في هذه الكلمات. ركز في معنى هذه الكلمه. وحسال بعدها سؤال مباشر. ابغى الاجابه عن هذا السؤال من الجميع بصوت واحد بصوت عالي. اعيد مره ثانيه. في ناس يقولون لي عيد. انا الان حسوي تجربه. حقول عده كلمات. أبغاك تركز في هذه الكلمات. بعد ما أقول هذه الكلمات حسأل سؤال سريع. أول ما أسأل السؤال أبغى أسمع إجابة جميعاً. الكل يجاوب. أوكي؟ أوكي أهو. أوكي؟ أوكي طيب نبدأ. بسم الله. ركز معايا. دم 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 دم. شلون الإشارة تخيل نمشي؟ أحمر مين قال أحمر؟ زبط معايا. مين قال أحمر؟ ارفع يده. أنا سمعتكم كلكم قلتوا أحمر. طيب الآن أبغى اثنين. أبغى اثنين. واحد اتحادي واحد أهلاوي. أبو واحد اتحادي واحد أهلاوي. أهلاوي؟ عادي. طيب حنسوي لعبة ثانية. سيب الفلتر. الإلقاء تعرفوا الإلقاء؟ الإلقاء يحتاج الإنسان في إنه يحرك أيديه يحرك جسمه. أنت اتحادي ولا أهلاوي؟ اتحادي. تحية اتحادية. الأهلاوية؟ طيب من هذا المكان اللي احنا فيه توقع كلكم من جدة وتعرفوا جدة. نبغى أول شيء الاتحاد يوصف لنا الطريق من هذه القاعة إلى نادي الاتحاد. وأيضا الأهلاوي يوصف لنا من هذه القاعة إلى نادي الأهلي. لكن بشرط يده تكون تحت وما يحرك أي يد. تبدأ؟ بسم الله. من هنا
طبعا اذا حرك انت ولا شيء انت معاي. لا زي جوجل. هذا على طريق الملك لان يجي تقاطع الدين على طريق الاندلس. لا 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 معلش احنا نبغى تقول لف يمين لف يسار احنا ما نعرف انت طريق الملك. نهاية طريق الملك باتجاه الجنوب اتجه يسار انزل مع النفق اروح يمين اجباري سيد بعدين دور الساريه اخذ دور الساريه يسار مع طريق ولي العهد سيد انت اطلع مع الكوبري وانزل معك. حرك راسه ولا لا؟ سيد اطلع مع طريق المدينه اروح يسار وسيد شارع فلسطين اخش يمين وسيد إذا أخذ تقاطع 60 أتعدى أخذ مع 70 أتعدى برضو لين يجيني الكوبري حق 40 عند الحرس الوطني أخذ معاه يوتير وسيد أخش يمين على شارع الصحافة أتسيد يجيك المرور بعد المرور نادي الاتحاد. طيب شو الأهلاوي يجيبها ولا لا؟ لا لا ما تحت الكومنت لا تحية للاتحاد طيب الآن في فقرة مع الطالب سعود المحيسين تفضل السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا طيب ما نبغى خمسة شباب أو ستة يجوني اللي ورا سامعيني نبغى ستة شباب يجون نجيب يلا يا شباب في جوائز ترى واحتمال درجات على حسب يلا ما شاء الله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب كده ما شاء الله طبعا عندنا لعبة خفيفة لطيفة كذا جميلة اللي هي لعبة الطيور. لعبة الطيور. أبغى كل واحد فيكم يختار اسم طريقة. نسمع الأسماء. تمام. غراب. غراب. كناري. كناري طيب. قمري. إنصاد أنت. السماء. طيب عندنا صقر وحمامة وغراب. وكناري وقمري وسمان طيب اللعبه كالاتي انا بقول قصه اللي يسمع اسمه من الطيور يطلع يقدم ويرجع اكيد نسوي بروح في يوم من الايام ماشي في الشارع شفت كناري جالس يطير فقلت المهم طلعت من هنا ورحت الحديقة الحيوانات وشفت كل الطيور انتم مو طيور بايخه صح مو حلوه طب ايش رايكم نغير في اللعبه نخلي اللي يقول القصه العمداء واعطاها التدريس نبغى موافقه ايوه 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 هذا طلب من الطلاب ما ابغى قصه كامله كل واحد فيكم يعطيني بس جمله او جملتين نبدا من اليمين برضه ما مشكلة. طيب بعد ما رحنا الحديقة اللي فيها مجموعة من الطيور. شباب شوية حماس. ممكن أعطيهم درجات ترى. إيش لقينا؟ ما لقي ولا واحد من الطيور. يا سلام. عندنا في الجامعة دائما نشوف حمام. لا. ما شاء الله تبارك الله، وش نشوف كمان في الجامعة؟ طيور برضو طيور ايش شفت انت؟ انا سمعت يقول غراب ما شاء الله طيب نبغى حماس واكشن هنا المهم الغراب كان ماشي ولقي صقر ولقي نسر ولقي حمامة ولقي سمان ولقي كل الطيور ولكن طارت الحمامة طارت الحمامة ومين طار مع الحمامة؟
مين طار مع الحمامة؟ الغراب. الغراب. والله الغراب. طار الغراب. ورجع طار الغراب. ورجع طار الغراب. ورجع طار السمان. يعطيك العافيه. المهم بينما احنا ندور ونتمشى مع الطيور، ايش صار في ذلك اليوم؟ غراب. طار الغراب برضه. وطار الحمام. طار الحمام. والغراب. والحمام. الحمام. والحمام. والحمام. والكناري. وجميع الطيور. يسألون جائزة ولا نكمل؟ يستاهلون جائزة كلهم، يعطيكم العافية يا شباب. طيب يا شباب معكم اوراق، اول 200 شخص حضروا تم توزيع الارقام لهم. الان ساعات العميد ولوكالا وظاهر ابليس يحضرون الارقام من 1 إلى 200. الرقم 200، 200 موجود؟ رقم 200 اذا موجود تفضل ياخذ هديته. رقم 200. رقم 91. رقم 91 اذا موجود تفضل معانا. رقم 91. رقم 99. 99 موجود؟ طيب اخر رقمين. 121. 121 اخر رقم معانا، هنكمل بعدين. رقم 1 اكيد هغرقني انا. طيب تحيه. الان معانا فقره مع فرقه التراث الشعبي، تفضلوا معانا. تحيه I'm
طيب
طيب الحبايب اللي يا ابو طيب اللي في الجزيره ليلى تدفع لي دوله ليلى ليلى دوله عربيه شباب المغرب صحيح يقول لك يوجد مضيق ما كان خلاص نكسر السؤال يقول لك يوجد في كندا بحيرات كسر مثقفين الكلية نبغى عشرة هنا عندنا فقرة مع يوسف يوسف مستنيكم نبغى عشرة عشرة عندهم ثقافة عالية يلا أول عشرة طيب يا شباب العشرة ما يكونوا شاركوا في لعبة ثانية العشرة ما يكونوا شاركوا في لعبة ثانية عشرة طلاب ما قد شارك عفوا انت ويا ارجع عشرة طلاب ما شاركوا خليك قاعد تجي قاعد عشرة طلاب ما شاركوا عشرة كم دحين عندنا؟ اثنين اربعة ست سبعة باقي ثلاثة باقي ثلاثة ما قد طلعوا طيب اللعبة بالتالي أسئلة سريعة الإجابة يعرف الإجابة أو واحد يعرف الإجابة يجلس واللي جلس وجاوب الإجابة صحيحة من حقه يطلع الطالب ثاني أوكي واضحة اللعبة المحكمين دكاترة الموجودين قدامنا تحية بالله يا شباب تحية أول شيء قولين طيب تسخين قبلة المسلمين أول واحد مكة المكرمة يعني قبلة المسلمين مكة المكرمة طيب
ماشي حالك. يلا تسليم. انت السؤال الاول. انت السؤال الاول. عميد كلية الاقتصاد والإدارة. توفيق الخيال. دحيل دحيل. طلع واحد من الشباب. اوكي. السؤال الثاني. السؤال الثاني. عدد الخلفاء الراشدين. السؤال السؤال ماشي. عميد كلية الاتصال دار السادة. ايمن فاضل. لا صحيح. هلا واحد ثاني. طيب يلا يلا سؤال 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 سؤال. صحابي من الأنصار وزعيم قبيلة الأوس اهتز لموت عرش الرحمن. منو؟ دقيقة واحد سعد ايش بكم؟ اطلعهم كلهم الحين. طيب ها؟ ما في إجابة؟ ايش بكم؟ طيب نبي ورد اسمه في القرآن الكريم مرتين فقط. من هو؟ محمد. يلا طيب سؤال ثاني سؤال ثاني سؤال ثاني والله انت مشكلة. سؤال ثاني. تعبتون ما ايش يسوي؟ طيب ايه؟ لا سؤال ثاني. طيب سؤال هذا سؤال. نجم كلية الاقتصاد والإدارة من سنتين. قبل سنتين. ها لا سنتين. طيب مرة ما في طيب نسمع أسئلة من الدكاترة. ها؟ بس ما جاوبوا. أول كلام. سؤال السؤال عند التو. مدير كلية الاقتصاد والإدارة قبل الدكتور أيمن فاضل. طيب ما في جواب؟ طيب عدد أقسام كلية الاقتصاد والإدارة. عدد أقسام كلية الاقتصاد والإدارة. فضحتونا قدام الدكاترة ما حد عارف كم عدد الأقسام. أي شيء؟ عدد أقسام كلية الاقتصاد والإدارة. 10 سبع علمية واثنين أدبية. 10 كان في قسم محاسبة أدبي لكن كنسل وما صار في قسم أدبي محاسبة. صارت 9. إجابة صحيح؟ السؤال الثاني ما حد جاوبه. طيب في أي عام تأسست كلية الاقتصاد والإدارة؟ 1389. طيب ما حد جاوب. من هي معايا ركزوا. من هي مبدعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دقيقة هنا. أي مسألة؟ إجابة صحيحة؟ طلع واحد. يلا أرسله الله إلى قوم ثمود
تمام دعيني على الجلسه الرايقه يا عيني. تحيه بالله تحيه هذا اجابه صحيحه. طلع واحد طلع نفسه هيا طلع واحد يلا يلا تحيه تحيه بالله تحيه. طيب من هو جد عمر بن عبد العزيز؟ بس 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 من هو واحد من هو الله عمر بن الخطاب. إجابة صحيحة تحية تحية من أهلي. طلع واحد طلع واحد تحية من أهل عمر وسام تحية تحية. طيب باقي كم خمسة؟ خلصنا من خمسة باقي خمسة. آخر ثلاثة يتكرر واحد آخر ثلاثة هم الفائز. الله سيروا كبر معنا. طيب سؤال 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 هنا هنا لا ماما ما تسأل خلاص. طيب يسأل عليك. طيب أنا شوف 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 طلع معنا سؤال يلا. عام كم تأسست المملكة العربية السعودية الثانية؟ يلا ها ها الاجابه والله ما نعرف بس يلا درست 1813 صحيح الاجابه صحيحه. طلع واحد يلا يلا طلع واحد طلع واحد طلع نفسك طلع واحد تحيه تحيه بلا نفسك. طيب اخر سؤال ان شاء الله. عدد الاعتمادات التي حصلت عليها الكلية؟ خمسة سبعة خمسة عشرة أربعة اعتمادات. إجابة صحيحة؟ لا خاطئة خاطئة ثلاثة إجابة خاطئة الرابع جاي إن شاء الله. طيب سؤال سؤال طيب طيب ثالث الخلفاء الراشدين عثمان رضي الله عنه. إجابة صحيحة طلع واحد تحية تحية. طيب نبارك الفائزين الثلاثة تحية لهم تحية لهم مرحبا ذهبا. والله يعطيكم العافية جميعا إن شاء الله كان خفيف كنت خفيف عليكم يعطيكم العافية. طيب يا شباب فقرة الأرقام فقرة الأرقام نأخذ 10 جوائز 10 أرقام سيئة. دكتور عمر 71 71 تفضل 71 تفضل الجوائز موجودة. رقم 43 رقم اللي بعده 52 رقم 52 70 رقم 70 رقم اللي بعده 173 173 68 68 72 66 66 طيب اخر رقم هنرجع هنرجع في باقي جوائز 148 148
طيب سنرجع لكم بعد الفقرة الخفيفة هذه. فقرة إلهام طالب. فقرة إلهام طالب مع الطالب عبد الله بن علي التركي. الطالب عبد الله بن علي. السلام عليكم. مساكم الله بالخير، حياكم الله جميعا في هذا اليوم الجميل اللي صراحه انا بتكلم باسم الطلاب، ما في احد اتوقع اتكلم باسم جميع من المنظمين. نشكر جميع اللي نظموا لهذه الفعاليه، يعطيهم العافيه، تحيه كبيره لهم. وتحيه خاصه مني ومن الفريق الاداري بالكليه لشخص يعني يعتبر الجندي المجهول لهذه الفعالية، هو الأستاذ عبد الله الغامدي مدير مكتب العميد. الله يحفظك. على فكرة الفقرة هذه ليست محاضرة سابقا وإنما هي وليدة اللحظة، طلبها مني أبو راكان قبل قليل وأثرت إني أقولها أمامكم الآن. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أعظم إنسان. الدقائق اللي راح أقولكم فيها الآن راح أقول لكم فيها قصة يمكن تكون مهمة في بعض الرسائل اللي راح تتضمنها. من أول سنة دخلت فيها الجامعة وحتى هذه السنة وإلى السنوات القادمة، الحمد لله مرت في هذه الفترات لحظات فخر وتوفيق من الله سبحانه وتعالى تستحق إني أشاركها معكم ناخذ منها العبرة جميعا. في البداية معكم عبد الله التركي، طالب قسم التسويق في جامعة الملك عبد العزيز بكلية الاقتصاد والإدارة، أساس المؤسس. الحقيقة في البداية ما كان راح يحالفني الحظ إني أكون طالب في أساس المؤسس، وهذا كان بيكون من سوء الحظ الحقيقة. لكن لماذا كان هذا الأمر؟ الوالد هو محاضر في قسم الهندسة المدنية في جامعة الملك عبد العزيز. الوالد كان زي اي اب يرى ابنه زيه، لابد المهندس يبغى ابنه مهندس، العسكري يبغى ابنه عسكري، الدكتور يبغى يكون ابنه دكتور، طبيعي الاب يحب لابنه الخير، بالنهايه هذا الامر جبلة في كل اب يرى في ابنه الشيء الكبير. ما بين السنه الاولى والثانيه في الجامعه، طبيعي في جامعتنا كل واحد يحدد كليته، انا كان رغبتي اني اكون في اساس المؤسس. الوالد كانت رغبته انه اكون في كليه الهندسه. تعرفون ليش؟ المهندس والطبيب كاسم في مجتمعنا يعتبر اسم لامع واسم كبير. اسم كليه الاقتصاد والاداره اسم الواعي يعتبر اسم كبير. هذا الامر قادني لانه ادخل لكليه الاقتصاد والاداره لتجارب تجاريه بسيطه صغيره على قدنا ذيك الايام، فحسيت انه ميولي تجاريه، ميولي في كليه الاقتصاد والاداره، لكن الوالد قال انه هذه الامور لسه على قدها، ما يستحق انك تتخصص في كليه في هذه الكليه وتضيع عليك سنوات عمرك وانت معدلك يسمح لك انك تدخل في كليه زي كليه الهندسه. رفضت الطلب اللي طلبه الوالد، وكانت صراحه يعني تعرفون الوالد اذا زعل من الولد زعل منه، كانت الصيفيه هذيك اللي ما بين اول سنه وثاني سنه الوالد زعلان من عبد الله، ليش يا ولدي ما دخلت كليه الهندسه ورحت كليه الاداره اللي انت تبغاها وما طعت ابوك بالنهايه. فكان لابد في هذه الصيفيه يكون في اثبات لقدرتي اني هذه الكليه هي كليتي اللي استحقها. فكان في تحدي وكان كبير علي في ذيك الايام. سلفت 120,000 ريال، لا من الوالد ولا من رجل اعمال، كانت بالسر من اخوي الاكبر عبد الكريم، اخذت جزء من المبلغ وصممت في هذيك الصيفيه اني فعلا لازم ابدا مشروع تجاري، لازم. ليش؟ انه خلاص الولد الان يرى فيك انك يعني الابن المدلل اللي قاعد يعني ما تستحق الكليه هذه اللي دخلت فيها، دخلتها مجرد رغبه، لابد اثبت له الرؤيه، ودائما الابن كل ما كبر بعين ابيه يبقى الطفل المدلل. اخذت المبلغ الكبير هذا بالنسبه لعمري ذيك الايام، واحد عمره 18 سنه ياخذ مبلغ هذا الحجم بين يديه، لكن ما كان المبلغ بهذه السهوله، انما
كان في مشروع تجاري صغير لازم ابدأه مشروع اعتيادي عبارة هذا أول مرة راح أصرح فيه، وعلى فكرة هذا الموضوع راح أحكيه اليوم رغم إني أخذت عهد على نفسي من ذيك الأيام إنه ما يعرف عن هذا الموضوع إلا أقرب المقربين لي، وما إن الكلية هي أساسي فراح أطلب هذا الأمر. المشروع هو عبارة عن مغسلة ملابس صغيرة على قدها ذيك الصيفية، وعلى فكرة يمكن الطلاب أصحابي اللي قريبين مني ما يعرفون الموضوع هذا فلا راح يتفاجئون. المغسلة كانت صغيرة، المغسلة على فكرة كانت فاشلة مش كانت مجرد صغيرة، انخدعت فيها شوي، كانت مو بذيك الجودة أو المغسلة الناجحة، لكن كان لابد إني أبدأ فعلا، أبغى أبدأ مشروع تجاري بأي طريقة مهما كان. كان المغسلة سعرها مبلغ معين تجاوز 50,000، أخذت المغسلة وكان معي مستشير في الموضوع هذا وقال لي المغسلة ممتازة. في البداية كانت مغامرة غير جيدة، كانت في البداية تعرفون سالفة العمالة وسالفة الدخل في البداية وسالفة لأنه يعني كانت هي مغسلة تقبيل وأخذتها فكانت فيها مغامرة نوعا ما، لكن هنا يجي الهوس اللي يعني أي يعني أعمال صغيرة أي أخذناها وعمالة وراء عمالة وراء عمالة، وكنت ذيك الأيام في أول سنة لي بالكلية وكانت في نهاية الصيفية أنا أخذت المغسلة. وعلى فكرة الوالد ما كان يعرف عن هذا الموضوع أبدا. أخذت المغسلة اشتغلت فيها جبت العمال بدينا بسم الله افتتحنا سوينا عروض أول أيام 50% عشان نكسب الزباين، وكانت هذيك المغسلة كانت أساسا هي تقبيل فكان حالتها يرثى لها، فعملنا إعادة ديكور لها وعدنا هيكلتها طبعا بشكل أجمل عشان نكسب الزباين اللي هم من الطبقة الأعلى من الطبقة اللي كانوا فيها. الدخل أول شهر كان ضعيف وكان لابد لي أني أبدأ أرفع من مستوى الدخل، كنت يوميا 8 ساعات لازم أكون فيها في المغسلة يوميا فعلا مش يعني مبالغة، وأحيانا توصل 12 ساعة. يوم من الأيام مع سالفة العمالة ما بقي عندي ولا عامل فعلا. كانت قصة لو حكيتها هنا بطول فيها لكن بعطيها بعجالة. يوم من الايام العمال تعرفون في السوق يبغون يلفون يدك باي طريقه، كنت صامت ما احب ان واحد يرفض يدك بالطريقه هذه. كان في طريقتين تعمل فيها المغسله، طريقه الكساله وطريقه الناس اللي يبغون خبره. طريقه الكساله اللي تعطي مغسلتك للعامل يعطيك بنهايه الشهر 2000، طبيعي معروف هذا. تعطي اياها يعطيك نهايه الشهر 2000 او 2500 انا ما كانوا يبغون هذا الشيء اسويه. نعطيهم اياها بنعتبر نهايه الامر تستر. لكن ما رغبت ان يكون هذا الامر. اخترت الطريقه الاصعب اني اثيرها بنفسي. وكان عندي العمال عامل ورا عامل ورا عامل الى ما صار ذاك اليوم اللي مشي من عندي كل العمال وبقيت انا لحالي في المغسله، صرت اسلم بس الملابس، اسلم واستلم بس، او استلام ما استلم لكن اسلم ملابس الناس. فصراحه الحمد لله كمل هذاك اليوم، وكان في عامل كان بيني تواصل ذيك الايام فتره طويله ورب دعوه انها جات وسخر لي اياها ذاك اليوم انه الحمد لله تيسرت اموره وشاي يشتغل عندي، وكان هو الهدف اللي انا حاطه في راسي انه هذا العامل هو اللي يبغى يشتغل عندي. فعلا من بعد ذاك اليوم جاء عندي وجاء شاف المغسل اليوم اللي بعده، اتفقنا على العمل بالراتب اللي مو بالايجار اللي قلت لكم عليها الطريقه الثانيه. والحمد لله اتفقنا واشتغلنا، بدايه ما جاء عندي هذا العمل كان بعض المشاكل من ناحيه المكفين السابق كان قاسي عليه شوي. فطاح عند جليل بعد النار. جاء عندي وكان اول يوم اشتغلنا فيه كنا نحتاج غساله صغيره عشان يعني نطور في الشغل تبعنا. رحنا الحرج الصواريخ بجده شفنا غساله كويسه واخذناها، والعامل هنا ما طلعنا من المحل هذا يمر على محل قدامنا ويشوف عنده اله خياطه ورجل قاعد يشتري هذه الاله. طلع من عندي وراح عند الرجل هذا قال له هذه بكم؟ قال له 300 ريال. حسب نفسه ما كان معاه ذيك المبلغ ذيك الايام لانه كان قلت لكم حالته كانت صعبه. اخذنا الغساله مشينا ورجعت المغسله حطيناها طلع فيها مشكله بسيطه فرجعت عدل هذه المشكله، وانا عدل هذه المشكله رجعت للمحل ايش؟ حق آلة الخياطه. رحت قلت له فين الآلة اللي كان امس يشوفها صاحبنا؟ قال لي هذه الآلة اخذتها 300 ريال وحطيتها معاي في الصندوق حق سيارتي كانت جيمس يوكت. حطيتها في الصندوق ومشيت فيها الى المغسل. يوم وصلنا نزل المغسل الغساله وقلت تعال ويجي عنده وياخذ
تحت الفرشة، ترفع الفرشة هاي، يرفع الفرشة ويلاقي ايش؟ آلة الخياطة هاي. هو ايش كان يبغى في الآلة؟ يبغى يهديها لزوجته في اليمن، ويعني انه كان مقطوع عندها 3 سنوات ما شاء الله، فحب انه يعني يعطيها اياها ويستفيدون منها. عملت هذه الحركة تأثير غير طبيعي. تعرف يوم واحد يجي في عز الأزمة يلامس عواطفك تعمل تأثير غير طبيعي. إلى الآن أكثر موقف كسب فيه هذا العمل هذه الطريقة أو هذا الموقف البسيط. صحيح بعدها شهريا كنت أكافئه زيادة على الراتب أيباد صغير أو أشياء زي كذا لأبنائه، لكن بالنهاية كانت هذيك تأثيرها غير طبيعي، وإلى الآن كل ما تكلم عني يتذكر هذاك الموقف جدا. الحمد لله ركز معي هذا العامل وثبت على جبل معي. أول سنة تعاقدت مع منتجين في جدة، تعاقدت مع مطعمين في جدة، وصرت أوصلهم بالسيارة اللي هي الجمس يوميا، أطلع الكلية أروح للفندق والمطعم وأخذ الأغراض وأوديها المغسلة وتتغسل واليوم الثاني أرجعها لهم. صدقا والله العظيم نفس ما أحكيكم هذا اللي كان يصير بالضبط. مرت السنة الأولى والحمد لله حسيت أن الأمور خلاص تبدا، حسابات عارفها والأمور يعني ثابتة أمامي. جبت عامل ثاني عشان يشتغل مع العامل الأساسي، بالنهاية جبت لهم سيارة وين؟ عشان يخلصون فيها أمورهم ويوصلون، وأصير أنا مجرد إني أشرف بشكل شبه جو. فعلا هذا اللي تم، اشتريت وين؟ أيسوزو 2007، وأول سيارة على فكرة تسجل باسمي أيسوزو وين 2007 وينها موجودة عند الاستمارة. فالحمد لله شريناه وبدينا نوصل احنا بنفسنا. هذا الأمر أعطاني شوية راحة من العمل بعد الإنذاك الكبير اللي كنت فيه بأول سنة. كنت نسيته أمر الوالد، ذيك الأيام كنت فيها أول سنة في الكلية، فتقريبا في ثاني شهر في الكلية سحبت الوالد معاي في السيارة وأخذته معاي في جولة، قلت له في محل أوريك إياه. قال طيب ما في مشكلة، ووريت له قلت له حلو، وكان متفاجئ ايش اللي عنده هذا. رحت وجاء وشاف ايش؟ شاف المغسلة. قال ايش تبغى؟ قلت له والله بس لو تكوش ماضي هنا انه ترى امك كويس، بعدين المشوار نكمله. قال لا انا كويس امشي خليني اخلص امورك. قلت له لا لا انزل انزل. استغرب نزل ودخل عند المغسلة، جاء العامل يسلم علي يقول لي هلا عم عبد الله. قلت له هذا جاء الوالد يشوفني اني ادخل جوه المغسله واسلم على العامل والعامل يتحف فيه. قال غريب ايش الموضوع هذا؟ جاء الوالد قلت له ابشرك انه هذه المغسله هي مغسله ولدك عبد الله التركي. اول مره احس بشعور، وبصراحه اتوقع ان شاء الله كثير احس فيه منكم، انك تكبر بعين ابوك. عارف كل هذه الكلمه اللي دائما تسمعها انك تكبر بعين ابوك، الحمد لله حسيت فيها. ومن بعدها دائما الوالد يعني يذكرني بخير بهذا الامر. والحمد لله هذه قصه صغيره وكانت الحمد لله امرها ايجابي يعني كثير، وبعدها الوالد قال فعلا مكانك في كليه الاقتصاد والاداره. هذه كانت اول سنه بالكليه، السنه الثانيه وأثناء السنة الأولى كان عندي هواية من السنة الأولى اللي هي هواية التصوير والإخراج. التصوير والإخراج هذه هواية مش مهنة أو احتراف، إنما كانت يعني أول سنة أخرجت فيلم قصير في اليوتيوب اسمه مولود هنا، وصل الحمد لله 300,000 مشاهدة في اليوتيوب وحقق صدى عالي في ذيك الأيام. لكن أهملت الهواية مع البزنس هذا والأمور هذه. بعدها رجعت لهذه الهواية و كوننا فريق اعلامي نخرج افلام و يعني افلام وثائقيه قصيره لشركات ومنشات حكوميه. كيف دخلنا للسوق؟ هذه قصه ترى جدا مناسبه اني احكيها بهذا الوقت. كيف دخلنا للسوق؟ كوننا احنا فريق عباره عن 5 اشخاص، كنت انا المخرج، معنا مصور، مونتير، مصمم، واكثر من واحد. جينا في البداية ما حد يعرفنا، مين انتوا؟ انتوا مجموعة شباب ما حد يعرفكم وما عندكم أي خبرة سابقة. دخلنا على فندق في جدة اسمه قصر أرين. قلنا لهم يا جماعة الخير احنا جايين نبغى نعمل لكم شيء مجاني، فيلم دعائي لكم مجاني ما تدفعون ولا ريال، نسوي لكم إياه ببلاش. قالوا والله ممتاز، يعني إذا مجانا احنا ما خسرانين شيء. كلنا نسولف فيها مجانا وتنشرونه في اليوتيوب في اي مكان ويكون ملك لكم. احنا ايش الفكره؟ ان ناخذ هذا الفيلم ونسوق فيه عند الناس انه هذا من اعمالنا، ما كان عندنا اعمال قبل كذا. فعلا سوينا هذه الحركه
وبعد ما انتجنا الفيلم نفس العميل نشره لأصدقائه من رجال الأعمال، وجانا فيلم بعده عن لمصنع الوادي الأخضر المميز مكة المكرمة، واحد من أكبر المصانع الإسمنتية في المنطقة الغربية. وانتجنا فيلم معاهم خلال تقريبا 10 أيام وطلعوا مننا راضين جدا. بعد العملية هذه التقيت في حفل بالجامعة كان حق ختام الأنشطة الطلابية مع شخص أكل له كل التقدير، وأعتقد أنه يعني من أحد أسرار نجاحي في الكلية هو الدكتور محمد الحبيب. تحية. الدكتور محمد الحبيب بعد ما قدمت لك الفعالية قال لي عبد الله اذكرني على مكتبي. قلت له أبشر، ما كنت معروف في الكلية أبدا، كنت معزول في موضوع البزنس والأمور هذه وكنت مركز فيها. رحت له المكتب قال لي عبد الله ايش تسوي؟ قلت له انا اقدم واخرج في نفس الوقت، قال لي مجرد تخرج في التدوين. قال عندك اعمال؟ قلت له عندي اعمال. وريته العملين اللي سويناها. قال ما شاء الله تبارك الله مستواك احتراف. قلت له ان شاء الله باذن الله يعني يكون مستواي احترافي زي ما كنت تقول. قال عندنا اعمال وممكن نتفق فيها معك. قلت له ما عندي مشكله. كان هذا الكلام يوم الثلاث، الخميس اتصل علي الدكتور محمد الحبيب. قال لي يا عبد الله عندنا الدكتور حسام العنقري كان عميد الكلية وصار عضو مجلس الشورى ونائب رئيس مجلس الشورى والآن هو رئيس ديوان المراقبة بمرتبة وزير. نبغى نسوي فيلم وثائقي قصير عنه تقدر؟ قال أبشر. الخميس هذا الكلام، الأحد أول اختبار نهائي لي، فكان أمره جدا صعب. الحمد لله اجتهدنا على الفيلم مع آخر اختبار نهائي معايا السي دي داخل فيه على اجتماع مع الاستاذ عبد الله الغامدي ابو راكان والدكتور محمد الحبيب. شافوا الفيلم وانا يدي على قلبي. يا بتكون في تعديلات لما تقول امين، ليش؟ لانه بدايه طبيعي لابد يكون في تعديلات في الامر هذا. الحمد لله بعد ما خلصنا الفيلم الدكتور محمد الحبيب باين على وجهه بالابتسامه والرضا، والاستاذ عبد الله الغامدي برضه والفريق اللي كان شغال على الفيلم معانا كلهم كانوا راضيين عن الفيلم. دخلت على الدكتور محمد الحبيب بعدها في مكتبه قال لي عبد الله ما اكتب لك سر، هذا افضل انتاج انتجناه في الكليه حتى الان. قلت له هذا دكتور فخر لي اللي تقول هذا الكلام، لكن اتوقع هذا المقصود منك وليس يعني تميزا مننا. الحمد لله مر هذاك الفيلم وبعده انتجنا ثلاثة أفلام لصالح كلية الاقتصاد والإدارة، وآخرها تشرف الدكتور توفيق الخيال برؤيته الأسبوع الماضي. الحمد لله خلال 9 أشهر انتجنا 4 أفلام لكلية الاقتصاد والإدارة. بعد الأربع القصص هذه بالأفلام أبشركم هذه بشارة خير ابن لإخوان وأباه في الكلية. قبل تقريبا شهر من الآن تواصلت معي احدى الشركات في الاستشارات والحلول التسويقيه بخصوص اني امسك له موضوع الانتاج المرئي للشركه. قالوا لي كيف ممكن نقدر نتعاقد معك؟ ممكن تداوم عندنا؟ قلت لهم ما اتوقع اني اقدر اداوم، لان عندي البزنس تبعي وعندي موضوع التصوير والاخراج، وفي نفس الوقت عندي هذا الترم يعتبر يعني ترم مصيري في الكليه. ما اتوقع اني اقدر اداوم باي حال. فقالوا كيف ممكن طيب بارت تايم؟ قلت لهم ابدا اعتذر. قالوا طيب كيف ممكن نتفق معاك في النهاية؟ لا بارت تايم ولا فول تايم تبغى تداوم. قلت له ممكن إذا عن طريق يعني العمالة، إذا جاكم عمالة نفذكم فيها وخلصوا بس، ما أداوم عندكم أبداً. قالوا طيب ممكن نشتغل بأول عمل ونشرف بعض؟ قلت له ما بشوف. اشتغلنا بأول عمل وشرفنا بعض، والحمد لله شفت صاحب الشركة كانت عليه ملامح الإعجاب، وبعدها قال لي عبد الله أرسل لي الشروط اللي أنت أو الرقم اللي أنت تطلبه. أرسلت له ثلاثة أشياء نقدر نتفق عليها من العروض. الثلاثة أشياء لو أحكيكم إياها بالأرقام تقولون أنت قاعد تتغنى تعجيزية، مستحيل أحد يوافق على هذه الشروط، مرة مستحيل. لأنه إيش حاطة أرقام كبيرة وبدأت من بالنهاية نسب ومن بالنهاية شيء يعني مرة عالي بالنسبة للطالب. عشان اوريكم قديش كان مستوى المبالغه بالموضوع، يعني كنت اقول لهم انا ممكن اخذ من واحد من الشرطه ثلاثه اللي ياخذ 80% من كل عمل، وهذا امر مستحيل بالنسبه لشركه تقبل فيه. بعد اسبوع تواصلوا معي قالوا احنا قبلنا 2 من الشروط اللي انت طلبتها،
وجاهزين نتوقع العقد معنا. قبل اسبوعين الان ابشركم اني وقعت العقد معاهم الحمد لله بالشروط اللي انا فرضتها. هذا الامر كله يقودني الى الوراء قليلا، هذه قصه اللي بقولها في البدايه. جورج دبليو واشنطن رئيس امريكي اسبق في خطا قالوا امام مجموعه من الخريجين في حفل ختامي للجامعه. قال لهم في لحظه تاريخيه اعتقد بالنسبه لي، هذه القصه سمعتها قبل ما ادخل الجامعه وعملت تغيير كبير في نظرتي. قال لهم الطلاب اللي حصلوا على تقدير A او ممتاز الف مبروك. قال للطلاب الذين حصلوا على تقدير B الف مبروك. اما الطلاب الحاصلين على تقدير C فاقول لهم انه قد تكونون في يوم من الايام او اي احد منكم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. كان يقصد في هذا الخطاب بأنه الأمر ليس مرتبطاً فقط بالدراسة أو بمعدلك الدراسي، إنما مرتبط بخبراتك في الحياة. أخيراً في كل هذه القصة التي أقولها الفضل لله أولاً وآخراً، الفضل الثاني هو لأساس المؤسس كلية أقصاد الله. قصة الهام وقصة النجاح أكيد تحتاج تعب كثير واجتهاد كثير. الآن بس في فقرة سحوبات خفيفة، علي تفضل مع الدكاترة. اللي يسمع رقمه يتفضل. من 1 إلى 200. رقم 100. هو 100. اسمعها علي عشان تكسر. 80. 80. 65. 65. 65. 18. علي. 171. 172. 186. طيب الأندية الطلابية، الأندية الطلابية بكلية الاقتصاد والإدارة لها وقفة شكر وتقدير وتهنية لسعادة عميد الكلية، عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور توفيق الخيال على حضوره معنا. وبمناسبة تعيينه عميدا لكلية الاقتصاد والإدارة، يسر نادي الإدارة الحكومية نيابة عن الأندية الطلابية أن يتقدموا بتكريم سعادة. يسر ايضا نادي الاداره الحكوميه ان يقدم عضويه النادي لسعاده عميد الكليه. عميد الكليه سعاده الاستاذ الدكتور توفيق الخيال يتقدم لتكريم الطالب أصيل باذيل
نجم كلية اقتصاد الإدارة تكريم محدد قاعة رام الرياض. مين انت؟ طيب. صيب بريد. اي خطرة. طيب ايضا في تكريم لاحد نجوم الجامعة، احد النجوم المبدعين في الجامعة اللي هو انسان ما شاء الله تبارك الله عليه شغال في المجال الاعلامي في الجامعة في سناب جامعة الملك عبد العزيز الاستاذ احمد الغامض. طيب الان في ايضا صعوبات مع سعاده العميد لين ما يجي اصيل. روح جمهور 93 93 موجود تفضل. 127 58 اخر واحد. طيب وصل نجم الكلية، تحية يا شباب الأصيل. قبل أن نكمل الناصين أدعو أبنائي لا جميعا لترشيح إن شاء الله كنجم للجامعة. طيب يا شباب الآن فقرة ختامية مع فرقة التراث الشعبي. تفضل. عليك باكر يا نور حيا Yeah.